بطين ما نظمنا زاد احنا قمة بيها تنزاد العرب في الوحدة والسداد ومع بطونة ما بينا عنا ما نبغوا الاتحاد بعد ولا بينا راعينا كره نشوفوا العرب تتماد ليدين وتحيي ماضينا وتداوي عن هالانسداد وتتخاوي وفرع ليدين ولا بينا قلة الاعتقاد عن ذهيين ولا بينا قصف الحال ولا بينا زاد الحرص على اللي فيدينا عن شكامل فيه التمجاد اللي طار حار علينا أمر الله ما عنده ورات لا قاع يعود شبينا نحن عروبتنا تيلات ومنت ولا تقرر فينا ولا قد تسمع حد في الأرداد أبدا عنا قطينا سجل تاريخنا ميعاد فيه الخطار جولينا من يوم دقينا الأوتاد هو ورينا زاد زمينا هو نمتينا غير سوى ما درقنا عن شي يعنينا صمدنا هو وقصف الحال ما قط شفرنا والمآل لا سمعتنا وزقال ما فيه اللي يحشي عينينا شعب بلا وصف في الاعتدال صامت ما فيه ترخوينا ما فينا مغمز قط قال ومنين يدور يحمجينا حد ويفتح ذاك المجال فينا يصدح بس كبينة وحمار العين وتجفال من حومتنا المعادين وشيد بزعمتنا الأبطال اللي صدوا كل مدينة عنا وبعلمتنا الأجبال وبذاك اللي بثوا فينا من علم وعنا بامتثال اللي قال بينا رينا سمعة زينة سادوا الأجيال بيها وعليها طبين وإلى جاءوا الضيوف وإلى جاءوا الضيوف الخوف بلا موجب فاتوا ضيوف أكثر منهم جاءوا وفي ظروف أثقل من ظرك ووسينا لماجه فرجلهم معروف للضيوف منين تجينا الإحسان اللي ما هو مصروف عن ظاهرته لمسمينا شعب الضيافة عمالوف في حسان الخاطر سعينا حق إن كنا شعب يطوف في الماضي ياسر خافينا من باب التمدن منصوف وتلاحقنا بالسفينة ويدوروا لراد الرؤوف يشوفوا عنا ماتينا كيف تكنا ماتينا توف كيف تكنا عدنا فينا مرافق زينة هون وقوف تشاهق من صنع يدينا وبنينا شماه مغصوف وتقدمنا وترقينا وغزل التخلف وغزل التخلف واللصوف ودارو عادت لا يبلينا كيف التقفاية مشوف جدرها غار مسيكينة وزربها قبلتها منسوف ولا تات عليها سكينة ودور تلقاهم لولوف بالترحاب في حالة زينة تنعت عنا عدنا صفوف الدول فيهم راعينا من قدام وعنا الصروف زاد الدهر يتم علينا نارق الماج والمعروف وإن عدنا فيد أمينة ومرحبا بيهم يلالي لا هي يعطوا سالمين وغانمين ليالي ما تلقاهم فيهم شينة ولا يمشوا عنا سالمين زاد وغانمين وشكرا.